بنزعج جدا لما يجي مريض العيادة ويقول لي عندي كبد دهني العادي، ما هو عند كل المصريين. صحيح الكبد الدهني منتشر جدا لدرجة الوباء في العالم كله، ودلوقتي بقى أكبر مشكلة في الكبد عندنا بعد ما الحمد لله سيطرنا على فيروس سي، لكن ده ما يقللش أبدا من خطورته. الكبد الدهني زيه زي التهابات الكبد الفيروسية، بيعمل تليف في الكبد وممكن لا قدر الله يوصلنا لمرحلة سرطان الكبد ويحط المريض على قوائم زرع الكبد. مش بس كده، الكبد الدهني معناه خلل في نظام التمثيل الغذائي في جسمك كله، وكمان بيشكل خطورة على القلب. الكبد الدهني النهاردة معناها بعد 5 سنين مشكلة في القلب. لو عندك كبد دهني أنصحك بشدة تقف وقفة مع نفسك وتغير نمط حياتك كله، لأن ده معناه أن التمثيل الغذائي في جسمك كله غلط ومحتاج تغيير حقيقي في نمط حياتك.